أستاذ منير، مرحبا بك، تحياتي لك، أهلا وسهلا بك. طبعا شاهدنا الصور من الأمس، مناظر إنسانية يعني قاسية، صور تدمي القلوب فعليا، مآسي إنسانية شاهدنا بيوم أعيننا، في بعض المرات حتى مباشر على الهواء تابعناها. طبعا كل ما شاهدناه على الصورة ربما لا يعبر عما يشاهده الشخص الذي يقدم يد المساعدة كمسعف أو مساعد للمتضررين، وربما من يوجد تحت الأنقاض. هل لنا نسألك عن صورة حية مباشرة إنسانية لما تشاهده بأم عينيك الآن وأنت تقدم الدعم، أنت وزملائك طبعا على أرض الواقع في الشمال السوري؟ نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في الحقيقة يعني هناك العديد من المشاهد المأساوية التي للأسف يعني نراها بأم العين أثناء عمليات الإنقاذ. يعني أحد المشاهد الذي هو مقطع فيديو انتشر على بعض الصفحات هي لأحد الحوامل التي انهار منزلها بالكامل، وقبل يعني دقائق بحالة الوفاة وصل فريق الدفاع المدني، وإذ هي وضعت مولودها استطعنا إنقاذ الطفل الرضيع أو الطفل المولود حديثا، ولكن الامرأة فارقت الحياة. هذا مشهد أليم جدا من المشاهد الذين رأيناهم خلال 35 ساعة الماضية من العمل المستمر.